ما صدق جلسنا فترة طويلة وأنا أحاول أثبت له ما صدق. جبت لها من مجلة أو جريدة، جبت لها نفس الممثل ونفس الصور، ما صدق. جاء مرة من المرات وإن كنا في مدينة أوروبية، والله ما أتذكر اسمها، كنا في تمرين الصباح نتمرن داخل المركز الرياضي داخل أحد الفنادق، وجت يعني صوت وصورة موجود البرنامج، قلت لها هذا الممثل اللي أنا كنت أقول لك العام، شوف هذا هو موجود. فشافها حاول، إلى الحين عاد ما صدق، يعني صوت وصورة ولا صدق، ما أدري شلون أقنعها. بس يقولون بعد شريت تقريبا 20 عدد مجلة ولزقتها في كل مكان. والله إيه، والله جبتها وحطيتها في غرفة الملابس عشان يصدق، برضه يقول ما صدق. من القصص يعني الغريب عن محمد شلهوب انك يعني تؤمن ببعض الامور، مثلا هناك حذاء معين اجلك الله واجل السامع تحب ان ترتديه، وفجاه لم يكن هذا الحذاء متوفر في الاسواق وعانيت وانت تبحث عن هذا الحذاء، هل هذا صحيح؟ هو المعاناة مو من نوع المعاناة، يمكن من المقاس، يعني من مقاس الحذاء. هو يعني اتعب الينا الاقي نفس المقاس، والله وفترات طويله، يعني طبعا هذا سر وشكوى على الله، عاد لازم اقوله، سنوات طويله ترى ما العب بنفس مقاس الحذاء، لازم يكون يعني اكبر بسنتي او نص سنتي. فاذا لقيت متوفر ما اتمرن فيه بشكل مستمر، يعني في التمارين علشان احتفظ فيه في المباريات. وما تقول والله ولا اقول، يعني ما اعلم، بس شكله ضايع ولا والله هو ضايع، ترى والله ما يدري عن الشيء هذا. السنه هذه في بعض اللاعبين كشفوا، قال ليش تتمرن بهذا وترجع، بس انها نفس الشيء، قلت نفس المقاس، قلت نفس الشيء. يقال يعني مشكله الحذاء انتهت على يد محمد الحميد وهو من مشجعين النصراويين، ومع ذلك كان هو من وجد الحذاء المناسب لمحمد شلهوب. والله صح، والله وصيته انا وترجيت انه يلاقي نفس المقاس، والحمد لله يعني، ومشكور محمد، يعني من الناس الصراحه الغالين علينا، وهو معنا موجود في المنتخب، هو اللي دايم، ودايما انا ازعجه ودايم اتعبه شوي، والحمد لله، لكن ما شاء الله مشكور، يعني جاب لي كم واحد ومحتفظ فيها الى الحين. محمد شلهوب والتواضع امر معروف لدى الجميع، وجهان ربما لعمله واحده، لكن هذا التواضع لا يعني ان يكون رقم هاتف محمد شلهوب بهذا الشكل، يعني هناك من يصفه بعداد كهرباء. ويقال هناك يعني حتى لو وضع هذا الرقم على الشاشه مستحيل ان يحفظ. انا والله دائم يقولون، يعني حتى ترى يعني انا مقصر في موضوع الهاتف والجوال، لكن حتى اي واحد اعطيه رقم الهاتف في بعضهم ما يصدقون، لازم رقم مميز. قلت بالعكس، انا بالنسبه لي يعني الرقم مرتاح فيه، وفي بعض الناس يقول ناقصه مربع ونجمه بس. طيب ما هو السبب؟ يعني معروف ان شركه هواتف هي التي ترعى نادي الهلال، ومع ذلك لم تمتلك رقم مميز، هل هو ابتعاد مثلا عن بعض الناس، عن المعجبين، عن محبين محمد شلهوب، ام هو نوع من التواضع؟ لا والله مو يعني تواضع، لكني ما اهتم، يعني حتى رقم لوحة السيارة ما اهتم، اي احرف اي رقم، فماني ما اهتم يعني من الناحية هذه. ايام الفئات السنية كنت ارتدي رقم 15 تيمونا ليوسف ثنيان في احد المباريات اللي لعبتها، كانت مباراة الناشئين الهلال، هو المفروض اني انا العب مع البراعم بين الشوطين، ففاجأنا المدرب وقال تلعب مباراة، تكون على مقاعد الاحتياط وبتلعب مباراة مع الناشئين، فكان اول رقم يعني لبسوني اياه اللي هو رقم 15 اللي هو رقم اللاعب معروف يوسف ثنيان. بصراحة كانت فرحتي كبيرة، أحمل رقم يعني لاعب معروف ونجم محبوب، وشهادتي فيه مجروحة بكل أمانة بيعقوب، يعني نجم عالمي، أنا أسميه يعني نجم عالمي، والكل يقول لو أنه في وقتنا هذا كان ممكن نشوفه يمثل العرب خارجيا، يعني أحلى تمثيل، وكنت يعني مبسوط من الرقم هذا وفرحان كثير يعني.
معروف انك من محبي الانترنت بشكل كبير، ومعروف ايضا ان هناك مجموعه كثيره من المواقع الالكترونيه الخاصه بمحمد شلهوب من المعجبين، يعني بعضها اغلقت بعضها مستمره، لكن الى الان لا يوجد منتدى او موقع رسمي لمحمد شلهوب، ما هو السبب؟ هو السبب انه ما يوجد موقع رسمي، هو يعني تقديرا للناس اللي جالسين يشتغلون او بمعنى اصح اللي لمحبي محمد. في كل فترة أنا أحاول يعني أفتح موقع رسمي لي، لكن زي ما قلت يعني تقديرا للجماهير وقفت العمل وخليتهم هم اللي يشتغلون. يعني مواقف كثيرة يعني مضحكة بعضها سرية عرفناها عن محمد شلهوب أثناء عملية البحث، ويقال كنت تعاني في المدرسة تحديدا في الصف الثاني الثانوي من اللغة الإنجليزية، وكان المفروض أحد أشقائك هو من يقوم بتعليمك، حدث ذلك بالفعل، لكن هو كان أيضا واجه صعوبات أثناء تدريسك، فعديت فقرة من الفقرات عنها لن تأتي في الامتحان وأتت بالفعل. هو لا، من بدايتي لا، اللغة الإنجليزية يعني بالذات في المدرسة اللي احنا جالسين أو المواضيع اللي احنا جالسين ناخذها، يعني أعتبر نفسي جيد جدا في نفسي، لكن في واحد من أصدقاء المقربين يعني قال لي أنا تعرف بعض الأحيان فيها القواعد أو الضمائر هذه ما نفهمها في اللغة الإنجليزية، فكل ما جيت أقول فهمني الموضوع هذا يقول هذه اتركها ما راح تجيك، افتح الصفحة الثانية. فيعني أول مرة أنا أشوف يعني اختبار إنجليزي يعني لازم أنك تعدي ساعات، يمكن أخذناها في 45 دقيقة في ساعة واحدة يعني ذكر لي، والنتيجة الاختبار يعني يمكن أخذت والله ما أتذكر، لكن يمكن 3.5 من 30 راسب يعني شرف. اي والله لكن شكو على الله يعني، ومن بعدها ما عاد خليت احد يعني يذاكرني، صرت اعتمد على نفسي في نفس المذاكره. شقيقك وليد من اكثر الاشخاص اللي تحدث بينك وبينهم مواقف، يقال حتى ليله زواجك انتوا تمارسون ممارسه يعني هوايتك المفضله بلاي ستيشن. والله وليد طبعا هو اخوي الكبير، هم مزوج وعنده 3 بنات الله يحفظهم يخليهم له. طبعا شوف، انا بكلمك عن البلاي ستيشن تقريبا يعني وقت كبير وكثير صراحة نمارس اللعبة، يعني خلاص انا فضحت، خلني اقول لك صراحة من محبين البلاي ستيشن ومن العاشقين، يعني كل العشق للبلاي ستيشن. هل صحيح ليلة زواج أخوك كنتوا تلعبون بلاي ستيشن؟ والله ليلة زواج أخوي وليلة زواج واحد من أصدقائي دايم والله كثير. ويقال هو فجأة تفاجأ أن الوقت صار الفجر وعرس اليوم الثاني. صح، لن نلعب والله لفترة طويلة، فهو كان يعني يبغى يروح للصالون، يبغى يروح الحلاق، يبغى يضبط أموره وذا، وراح عليه الوقت. يقال في إحدى السفرات لك في تركيا كانت هناك أيضا مجموعة من المواقف، لكن أشهرها أنك كنت تريد قيادة ما يعرف بالجيتسكي وحدثت كارثة. والله شوف، أنا ما أدري من وين جبت هذه، بس إنها صحيحة. يعني هو طبعا أنا أسميه دباب بحري، أنا أسميه اللي هو الجيتسكي يعني. يعني حاولوا فيني، بس اني قلت ما اقدر، حاولوا فيني يطلعوا وزي كذا وخلينا نفرح كلنا بنركب يعني، وركبت وبعد تهورت يعني كثير وصرت اسرع. طبعا السباحه انا ما اعرف اسبح وتهورت، كان راكب معي واحد من اصدقائي وتهورت يعني بسرعه كامله، ويعني تهورنا صراحه. وش صار؟ طار الشخص اللي كان اي والله 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 هو كان طايح، بس اني عاد كنت اضحك لانه هو كان لابس الجاكيت ويعني يقدر يعني يساعد نفسه، كنت يعني جالس اضحك عليه لان موقف هو ما كان بيموت يعني، بس انه موقف كان مضحك يعني. ما هي قصه لقب الكوتش؟ من البلاي ستيشن. من اللي اطلق عليك؟ اصدقائي.
من البلاي ستيشن. بعض الاحيان نلعب نكون متاخر، تعرف البلاي ستيشن فيه اكثر من خطه، ونغير ونخطط وننزل، فدايم تمشي معي، تمشي معي بالصدف، حتى تقلب النتائج، نقلب النتائج بالصدف طبعا، ولا هو مو كوتش يعني، واطلقوا عليه.